موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أعاد الباري سبحانه وتعالى قصة موسى وثناها في القرآن الكريم ما لم يثن غيرها، لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر، وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكبرى وصاحب التوراة، أفضل الكتب بعد القرآن. قال الله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أي يذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله تعالى إياه حين كلمه ونبأه وأرسله، فقال: ائت القوم الظالمين، أي الذين تكبروا في الأرض وعلوا على أهلها وادعى كبيرهم الربوبية، قوم فرعون ألا يتقون، أي قل لهم بلين قول ولطف عبارة، ألا تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم فتتركون ما أنتم عليه من الكفر؟ فقال موسى عليه السلام معتذرا من ربه ومبينا لعذره وسائلا له المعون على هذا الحمل الثقيل: إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فقال: رب اشرح لي صدري، كما في سورة طه، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وقال هنا: فأرسل إلى هارون، فأجاب الله طلبته ونبأ أخاه هارون كما نبأه، يعني جعله نبيا، فأرسله معه ردئا، أي معاونا له على أمره. ولهم علي ذنب، أي في قتل القبطي، فأخاف أن يقتلون. قال كلا، أي لا يتمكنون من قتلك، فإنا سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآيتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى مع منابذته له غاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليله وقومه، فاذهبا بآيتنا، أي الدالة على صدقكما وصحة ما جئتما به، إنا معكم مستمعون، أي أحفظكما وأكلأكما، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أي أرسلنا إليك لتؤمن به وبنا وتنقاد لعبادته وتذعن لتوحيده، أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي فكف عنهم عذابك وارفع عنهم يدك ليعبدوا ربهم ويقيموا أمر دينهم. من فوائد الآيات ما جاء في هذه القصة العظيمة من العبر، وذلك أن الله عز وجل أرسل موسى إلى فرعون رغم عتوه وتجبره وكفره، لم يهلكه الله عز وجل، لأن الله يحب العذر، فلذلك لا يعذب الناس يوم القيامة إلا بعد إرسال الرسل وإقامة أعذارهم، كالذين يحتجون على الله يوم القيامة كما ثبت في الأحاديث. وفيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي العمل بطاعة الله وترك معاصيه. وفيها ذكر الخوف الطبيعي أو الطبيعي، الإنسان قد يخاف من رجل ظالم أو يخاف من حيوان ونحو ذلك،
وهذا يزول بكمال التوكل على الله سبحانه. وفيها سؤال المعونة من الله عز وجل على الأعمال، كما قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فشرح الصدر من أعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده، فنجد موسى عليه السلام يحتمل كل الأذى الذي كان من فرعون، بل والشتم والسب ونحو ذلك، ويصبر لله سبحانه وتعالى. وفيها كذلك دعوة الناس إلى الوحي: إذ فاذهبا بآياتنا، أن يتعلم الناس كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا به صلاحهم، كما قال هنا: فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وفيها إثبات صفة السمع لله عز وجل، والله عز وجل يحفظ أولياءه وينصرهم ويؤيدهم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.